الملائكي العذب وإحساسها الراقي، أطربت الفنانة ليندا بيطار جمهور حمص الذواق ضمن حفل استثنائي أحيته على خشبة مسرح قصر الثقافة، ورافقها المايسترو عدنان فتح الله والفرقة الموسيقية بحضور أساتذة وفنانين ممن عاصروا انطلاقتها الفنية وحشد كبير من الجمهور. بقول لهم هيك بحس بطاقة مختلفة جداً بهذا المكان، هذا المكان أنا بعتبر حالي بنته يعني ربيت فيه، وهيك عم شوف وجوه أساتذتي اللي عن جد أول الناس اللي كنت معهم تعلمت منهم الكثير، فهذا شيء بيعطيك طاقة كثير كبيرة. إن شاء الله دائما تغيب وأرجع بأحسن صورة ومثل هالمدينة بأحسن صورة. ليندا مطربة فنانة خريجة مثقفة متابعة مجتهدة جدا، أنا بحبها من كل قلبي وصديقة العمر، هي بنت مدينتي وأنا كثير بحترمها وكثير بقدر الجهود اللي عم تقدمها من أجل انتشار الفن الراقي والجميل. أستاذي فعلا بالغناء وأصول الأداء، وأنا برأيي الأستاذة ليندا تستحق لقب قيصارة سوريا، فنحن كنا اليوم بحفل مع القيصارة السورية، فألف تحية للأنسة ليندا بيطار وللفرقة الموسيقية الرائعة جدا وللمايسترو الأستاذ عدنان فتح الله، وشكرا للجمهور العظيم هذا. استطاعت بيطار من خلال صوتها الأكاديمي تقديم باقة منوعة من الأغاني المعاصرة والتراثية والطربية والعاطفية، وأخرى خاصة من ألحان القديرين الياس كرم وسمير كويفاتي، والتي لاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور. المايسترو عدنان، المبدعة ليندا، يعطيهم ألف عافية. نحن كنا كتير بحاجة لأنه اليوم نسمع هذا اللي سمعناه، يعطيهم ألف عافية. فعلا جمهور حمص بيستاهل هيك حفلات، إن شاء الله دائما للأمام، وإن شاء الله دائما منشوف المسرح عم بيضوي بهيك نجوم عم تلمع بسمانا. يعني صراحة نحن كنا بأمس الحاجة لهذا الوقت، كان إحساس رائع، أغاني بتجنن، صوت ليندا بيطار، ليندا بيطار غنية عن التعريف، بكل فقرة بكل إحساس نحن استمتعنا كتير كتير حلو. على مدى 45 دقيقة أمتعت ابنة حمص جمهورها وسادت حالة من الانسجام مع جمال صوتها وفصاحة أدائها. شيرين العلي، الإخبارية السورية من مسرح قصر الثقافة بحمص.